بعض الحالات معناتها وعدت مرات صارت النجم الساحلي كانوا يلعب معناتها في مباراة كبيرة ويلعب ناقص، لكن هذا ما يلزموش يكون عايق، معناتها تبدل شوية الشيما تكتيك تو سامبلومون باش تكون أكثر حذر. حتى تاخد الكرة معناتها لازم تلعب الكرة عادية وتتقدم وتهاجم وهذه معناتها ثقة في النفس وقوة شخصية نتاع الملاعبية اللي موجودة اللي خلاهم رغم نقص العددي ولازم نقول لكم غير مهاجم، هذا في بعض الأحيان كلموا مهاجم. وقلت عدد مرات راي ليكيب معناتها يلزمها الكل، معناتها كل واحد ينجم يسجل وكل لاعب ينجم يسجل وكل لاعب ينجم يفيد الأمام، مش بالضروري معناتها مهاجم يلزم مهاجم. وسنة الفارطة لعبنا بطبيعة الحال مع المجموعة هذه والحمد لله نجحنا، هزينا بطولة هزينا برشا ألقاب. على كل معناتها نشكر النادي الرياضي بنزرتي ونشكر الأولاد نجم الساحلي اللي معناتها برشا ذكاء معناتها سجلوا معناتها 5 أهداف ماهوش سيبا دوني 5 أهداف معناتها في مباراة ضد فريق كبير. عادي والله بكل زي بعضه ما فهمش، انا بالنسبه لي ما عنديش فرق معناتها نحترم جمعيه الكل ونقدر جمعيه الكل. شوفوا مثلا الاسبوع الفاضل ضد تطاوين معناتها تعبنا شويه باش حفظنا من المقابله، اليوم معناتها رغب كذا معناتها سجلنا 5 أهداف. انا بالنسبه لي بطبيعه الحال سياسيس فريق كبير واش تكون مقابله كبيره، هو بالنسبه لي مباراه عاديه جدا ما عندها حتى تاثير معناتها.